يعني السبب هو أصحاب المحلات، يعني ليلة السبت أنا في وسط المدينة كيكونوا مرتدي حانات، يعني كيطراو صراعات في المحلات اللي كيبقاو حالين. يعني المحلات اللي كيبقاو حالين يعني مرتدي الحانات كيخرجوا وكيطراو صراعات خايبة في هاد المحلات اللي كيبقاو حالين، مناوشات ومضاربات خايبة. لهذا الأمن يعني كيغلق ليهم بعد منتصف الليل. لنا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر ضد مدينة الدار البيضاء. الأمن يعني صراحة مشكورين رجال الأمن، الآن في هذه اللحظات كيغلقوا لأصحاب المحلات اللي كيبقاو حالين، لما اللي نزرع المحلابات اللي في أماكن فيها أصحاب الحانات كيغلقوا لهم بعد منتصف الليل، يعني بعد ما قبل ما كيخرجوا أصحاب الحانات، لأنهم كيطراو مناوشات خايبة ومضاربات خايبة على أصحاب المحلات. مشكورين رجال الأمن، يعني هادشي بالضبط في شارع لالا الياقوت وسط المدينة. اصطب كتير غادي نعاود نذكركم مشاهدينا الكرام، الامن كيشن حمله امنيه قويه صراحه هنا على اصحاب المحلات اللي كيبقاو حالين بعد منتصف الليل. شوف انا شدوك، شدوك انا شدوك شدوك من. يعني كيغلقوا اصحاب المحلات مالين الزريعه محلابات لانهم كيطراو مناوشات خايبه بالليل بعد ما كيبداو اصحاب الحانات العمل ديالهم اشخاص بحال غير طبيعيه، فكيطراو مناوشات خايبه. فلهذا الامن كيضطر انهم بغيو يغلقوا المحلات.
مجهودات كبيرة مبذولة من طرف عائلتنا. Thank you.